وهل صح أن جميع الأنبياء شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بلا شك، لو لم يشهدوا لم يكونوا مؤمنين، كيف يكونون أنبياء وهم لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأنبياء أول ما يدعون إليه شهادة لا إله إلا الله، أول ما يدعون إليه توحيد، فكيف يكونون ما يشهدون؟ هذا السؤال ما ينبغي يقال في حق الأنبياء. نعم، تقول بل لا يقال في حق المؤمنين، فكيف بالأنبياء؟